موعد نشرتي الأخبار، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نستهل النشر بأشغال اليوم الوطني للبلدية الذي احتضنه أمس المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحالة، والذي ميزته رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التي دعا فيها كافة أطياف المجتمع إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة ودعمها، مجددا التأكيد على ترقية اللغة الأمازيغية ومنحها موقعها الطبيعي في فضاءات التواصل اليومي للبلديات والمرافق الأخرى. رئيس الجمهورية الذي قرر يوم 18 جونفي من كل عام موعدا لعقد الجلسات الوطنية للبلدية، شدد على ضرورة الانتقال إلى أنماط التسيير الحديثة للإدارة والقضاء على البيروقراطية. نجوى جدي. ليست بلديات الأمس، خارطة طريق رسمها الدستور الجديد وأشار عليها رئيس الجمهورية بختم واضح يكرس اللامركزية وينقل المجالس المحلية من مجرد هياكل إدارية تسير الشأن الإداري إلى فاعل تنموي حقيقي عماده الاستثمار وخلق الثروة للإسهام بشكل مباشر في التنمية الوطنية، وهذا لن يتأتى إلا بالتحرر من البيروقراطية التي جثمت على قلوب المواطنين وبنبذ أساليب التسيير التقليدية التي لا تتوافق مع مسار التنمية. تعليمات كانت جلية وفي صلب رسالة رئيس الجمهورية التي وجهها إلى رؤساء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، مسار يقود إلى بلدية جديدة عصرية تسير شؤونها بيسر وشفافية بالاعتماد على أسلوب الخدمات عن بعد لجعلها أكثر فعالية. وفي الكفة الأخرى صلاحيات للمنتخبين المحليين أعطلها السيد الرئيس الضوء الأخضر تؤهل رؤساء المجالس البلدية والولائية لأن يصبحوا قوة اقتراح وشريك أساسي للسلطات العمومية، وهو ما ستكون له الجلسات الأولى للبلدية المقرر عقدها نهاية السداسية الأول من هذه السنة بمثابة فرصة تاريخية وأرضية خصبة تعبد الطريق للعمل في إطار التوجه الجديد الذي يجعل من أولوية المهام البحث عن مصادر لتسيير الميزانية. واعترافا بالدور الفعال للبلدية أقر رئيس الجمهورية يوم 18 يناير يوما للبلدية، وهو ما اعتبره المنتخبون مكسبا كبيرا لتثمين الإنجازات وتجديد الإرادة ورسم التحديات في مجال علاقة المنتخب مع المواطن. أعتبر بأن هذا اليوم هو يوم تاريخي، هذا اليوم هو بداية مسار جديد بالنسبة للبلدية، بالنسبة للمنتخب سواء كان على مستوى البلدية أو على مستوى الولاية، وأعتبر بأنه أن هذا اللقاء سوف يكون له الآثار الإيجابية الكثيرة على البلدية وعلى المنتخب. ولما نتكلم عن البلدية وعلى هذه الخلية الأساسية اللي هي البلدية وعلى المجلس الشعبي الولائي، معناه نتكلم عن المواطن. وفي رسالة فخامة رئيس الجمهورية المحاور الأساسية لهذه الرسالة ابتداء من الجوانب الاقتصادية، الجوانب المالية، الجوانب الجباية المحلية، الجوانب المتعلقة بمشاركة المواطن، الجوانب المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، الجوانب المتعلقة بضرورة النهوض وضرورة عصرنة المرفق العام على المستوى المحلي ورقمنته. فاستمعتم إلى هذه الرسالة، فما نحن إلا في بداية كل هذا المسار الجديد لبلدية جديدة رسم معالمها اليوم هذه الرسالة التي أقرها فخامة رئيس الجمهورية. والتزاما منه بترقية اللغة الأمازيغية على أوسع نطاق، دعا رئيس الجمهورية كل الهيئات والمؤسسات المعنية بأن تمنح الأمازيغية بمختلف ألسنتها موقعها الطبيعي في فضاءات التواصل اليومي، كما أكد ضرورة التفاف كل فئات المجتمع حول مؤسسات الدولة ودعمها ليكون له كل التكريم من قبل رؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية، عرفانا لجهوده المستمرة لبعث التنمية المحلية وتعزيز مكانة المنتخب.
في التعاون الجزائري النيجيري حل اليوم بالجزائر وزير الخارجية النيجيري جيوفراي أونياما، حيث كان في استقباله بمطار هواريب مدين الدولية وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مسهلة. وتندرج الزيارة التي تدوم 3 أيام في إطار تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية وبحث سبل إعطائه دفعا جديدا، إضافة إلى التحضير للعديد من الاتفاقيات بين البلدين. نود التحضير للعديد من الاتفاقيات بين بلدينا، كما أن هنالك الكثير من التحديات التي تواجه إفريقيا حاليا. والرئيس عبد العزيز بوتفليقة رفقة الرئيس النيجيري كان يقودان دائما التنمية في القارة، ونحن اليوم نود الحفاظ على هذه الوتيرة. لذلك يجب على كل من الجزائر ونيجيريا أن يكون المحرك الأساسي لتنمية القارة الإفريقية. أشاد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سعود هلال الحربي في حوار خاص أجراه مع التلفزيون الجزائرية، أشاد بالتقدم والتطور الذي شهدته الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، كما ثمن تجربتها الرياضية في مجال مكافحة الإرهاب من خلال المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية، معتبرا أن تكريم الأليسكو للسيد الرئيس بدرع المنظمة هو عرفان لجهوده الجليلة في سبيل إرساء ثقافة الحوار والمصالحة. فخامة الرئيس طرح مبادرة، واعتقد أن هذا يمكن جزء من الرصيد الكبير الذي يزخر به، قضية ثقافة التعايش السلمي والعيش بسلام، وهذا مطلب حضاري، مطلب إنساني محض. فكان لزاما على المنظمة الإكسو أن تقدم هذا الشيء ولو كان بسيط، يأتي به يعني إقامة الرئيس، ولكن هذا تعبير من جهتنا ودعم لتأكيد القيم العالمية، أن هناك أن رئيس عربي يحمل هذا القلب، يحمل هذا الفكر، فلا بد من تقديم جائزة على الأقل لنكون أنها هي رسالة ضمنية. الرئيس كبير بذاته وليس كبير بهذه الجائزة، لذلك اخترنا شجرة الزيتون كدلالة على هذا الجانب. شجرة الزيتون لها مكانتها الكبيرة في قلوب الشعوب العربية، لها رمزيتها من خلال أن الصبر والتحمل، فكأنها ترمز لصبر وقوة وتحمل الرئيس الذي قاد الجزائر في فترة يعني كانت صعبة جدا. الآن أصبحت الجزائر تجربة متميزة في هذا السياق، فأعتقد أن التكريم أنه وحقيقة نحن كرمنا أنفسنا أيضا من خلال تكريمنا لفخامة الرئيس. الحوار كاملا مع المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سعود هلال الحربي تتابعونه سهرة اليوم عقب نشرة 8. توجت أشغال منتدى التحول الطاقوي الذي أشرفت على اختتامه وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي بعدد من التوصيات، أهمها إدراج الطاقات المتجددة كبديل حيوي في البرنامج الطاقوي في الجزائر لآفاق 2030، وإلزام رؤساء المؤسسات بتطبيق استراتيجية الانتقال الطاقوية. التوصيات هذه تدخل ضمن تجسيد برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الخاص بتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية. إن ملتقانا هذا أكد بما لا يدع مجالا للشك على العزيمة والإرادة التي تحتو فخامة رئيس الجمهورية على النهوض بهذا القطاع، خصوصا أن بلادنا تتوفر على الإمكانيات الطبيعية والمادية والبشرية مع توفر الابتكارات والحلول التقنية لتجسيد هذا البرنامج. يبقى التحدي الوحيد هو العمل على بلوغ هذه الأهداف واستخدامها على نطاق واسع، ومنه فإننا ندعو إلى تحول اجتماعي وتقني على كل المستويات وفي كل الميادين، بما في ذلك التأكيد على أهمية وضع نموذج استهلاكي طاقوي جديد. في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وعلى إثر عمليات متفرقة لمفارز من الجيش الوطني الشعبي، نفذت أمس تم توقيف 3 مهربين وحجز أزيد من 1200 قرص مهلوس بكل من بسكرة وعين صالحة، كما تمكنت مفارز للجيش بكل من تون راست، سقهراست، بسة وطارف من حجز قرابة 50,000 لتر من الوقود. من جهة أخرى وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقفت مفارز
للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني أمس 146 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من عين صلاح وتلمسان. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، شكرا لكم، في أمان الله.